يا رب ساعدني على أن أقول كلمة الحق وجه الأقوياء وساعدني على أن لا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء ساعدني على أن أرى الناحية الأخرى من الصورة ولا تتركني أتهم خصومي بأنهم خونة لأنهم اختلفوا معي بالرأي مسار اللاعنف هو قيمة بذاته. هالقيمة هي بيملكها كل العالم. اللاعنف هو مجال، هو خيار، هو قيم، هو طريقة عيش، هو كل شيء. الحرب والعنف بيخليك تاخذي قرار، يا أما أنك تستمر بالعنف تدفعي ثمنه، يا أما تلاقي ما هو بوجه العنف يلي هو اللاعنف. التغيير بده إرادة، بده صبر، بده نفس طويل، وبده محبة. يعني بدك تحبي لتعطي لحتى تغيري، هيك أنا بفهم اللعنف. هيدا الخيار بالنسبة لي هو خيار وجودي قبل كل شيء، مش تقني، منه بس فقط وسيلة. بالنسبة لي هيدا مسار حياة، هيدي التربية، هيدي منكبر عليها، وهيدي من خلال الخبرة يلي منقدر نعيشها وقدي ملموسة عنا نقدر نفهم قدي اللعنف هو طريق. نحنا يلي من آمن نقدر نحل مشاكلنا مش بالعنف كتار، بس هني الأكترية الصامتة. خلقنا بهالبلد لقينا في قضية، حسيت إنه لازم نبلش. أكيد ما حنوصل لشي هلا، بس بدنا نبلش، يمكن لبعد جيلين، بس لازم نوصل، لازم نمشي. ومشينا. 12 أكتوبر 1987 نلتقى ساعة واحدة ببلدة حلبة في قضاء عكار. طبعاً أهل ما عم بيشوفوا شو عم بيصير. فجأة قدامه الناس نازلين، ناس على الكرسي، ناس بالركاز، ناس مكوفين. معنا كمان أصدقائنا من العنف، لورو مغيزة، الأمل ديبو وغيرهم. ومن بيعقد مؤتمر صحفي يعلن انطلاق المسيرة، نتحرك باتجاه طرابلس، وطرابلس تستقبلنا استقبال مهم. كان رأينا أنه ضروري يصير تحرك مدني لحتى نعمل التقسيم بين المجتمع المدني والمجتمع اللامدني، وخصوصاً اليوم ما عادت معارك بين مجموعات سياسية أو مجموعات بين طوائف، لكن معركة هي الحقيقة بين مجموعة عنفيين بين ناس لا عنفيين. يعني عم يمارس العنف، مش عم يمارس عنفاً مباشرةً على الإنسان الحامل سلاح، عم يمارس قصفاً على الإنسان العادي عايش ببيته، وعم يمارس قنصاً على الإنسان عم يقطع معبر، عم يمارس خطفاً على الإنسان الماشي. فنحن ما فينا نمشي 200 كيلومتر بلبنان لنتخطى الحواجز الطائفية والعنفية المختلفة. بلشنا نحكي مين اليوم رمز لبنان. طبعاً مش بس لأني أنا على الكرسي الحقيقة، بس ضرباً دغري ضرب فكرنا حتماً المعاقين. فطلعنا بفكرة المسيرة الرمزية من معاقي لبنان، من أول لبنان لآخره. المسيرة ابتدأت تقريباً 12 أكتوبر، انتهت 16. بلشنا كنا 150 شخص تقريباً، انتهينا بصور باستقبال أكثر من 3-4000 شخص كانوا بانتظارنا. هذه عفوا مش مسيرة معاقين بقدر ما هي مسيرة مواطنين عاديين
حبوا يطلعوا بقى ويعبروا عن كل المشاكل بيحملها هالوطن. أنا فيلم جاندي هو اللي غير لي حياتي. وقت ما شفت الفيلم اكتشفت إنه هناك طريقة أخرى، وإنه في تكنيك أنت فيك تتعلميه، في نوع من البناء الذاتي لفلسفة العنف، وإنه هذا قد يؤدي إلى نتائج فعالة وحتما قد تريق دماء أصحاب العنف، ولكنها في النهاية هي لمصلحة المجتمع كله سوا. بعدها بالتحديد من أبحاثي وصلت لمارتن لوثر كينج، وفعلا مارتن لوثر كينج شكل كمان نقلة نوعية بتوجهاتي، وثاني بذكر خطابه الشهير I have a dream. وبلشت من وقت أطلع على العنف كخيار استراتيجي لإدارة الصراعات ولطريقة التعامل الناس مع بعض. كلنا مطلوب أنه نقوم على الداخل لهون ونتمشى، ونحن وعم نتمشى ونضرب ببعض. كيف نضرب ببعض؟ مثلاً أنا بقول مثلاً إيد اليمين، إيد اليمين وين؟ وبكمل إيد اليمين، أوكي؟ إيد الشمال، إيد الشمال. طيب كمل بعد أكثر، كتف اليمين بضرب كتفك بكتفي معي على الداخل كلنا. يلا السعي تيكون الإنسان ناشط لعنفي ولا يعتبر حاله ناشط لعنفي هو مسعى دائم، لأنه مثل ما نحن بقول بطبعه الإنسان خير، إنما فيه شيء من الشر. بحياتنا وقت بدنا شيء نطوره ونعدله وخلينا نقول يصير أحسن مثل ما نحن بنتمناه مش مثل ما هو قائم، في عنا عدة بنستخدمها. هالعدة بنسمع عنها، هي 1 الوسائل السلمية، 2 وسائل اللاعنف، 3 وسائل العنف. فعلي دايما بتعطية حتى جدا العادي مع عائلتي ببيتي هو تحدي دائم ان يكون لاعنفي بالفكر وبالقيمة والممارسة. أما بتربي ابنها انتبه ما تعمل الشغلة، لازم تعمل هيك ما تعمل هيك، مقطنة ضربته كف. طيب حتما ما في شك بعلاقة الحب يلي بتجمع الأم بالولد، بدنا مصحته بس مقطنة. لا يمكن يكون عمل اللاعنفي محصور بمطرح ما، ما في تواصل مع الآخرين إن كان على مستوى محلي أو على مستوى وطني أو على صعيد المنطقة أو حتى العالم. مارتن لوثر كينج هون، نيلسون مانديلا هون، أوكي يعني هيك بترجعوا شوي هون بنغير شوي بالعادة، وغاندي هون. واقع الحرب بيقدر يعلمني شغلتين أو 3 شغلات. بيقدر يعلمني الانتقام، أنا بالنتيجة جزء من هالمجتمع وهالمجتمع كله عم بقاتل بعضه وعم بحارب بعضه. إذا كنت أنا بواقع المهزوم بدي أفكر بالانتقام، وإذا كنت بواقع المنتصر بدي أفكر بكيف ممكن أني حافظ على انتصاري. اتجاه ممكن تاني أني أفكر فيه الهروب، أني أترك البلد وأني هاجر. واتجاه ثالث فيه يقول أني أفكر باتجاه ما يغير المعادلة كلها دون الرجوع إلى ما نحن عليه، يعني إنه نرجع للحرب. هل فينا نعمل شيء؟ طموح الشباب هون له دور، إنه نحن قادرين نغير ونغير كل شيء. ما حدا أحسن منا أبداً، كل اللي غيروا بالتاريخ كانوا أشخاص مثلهم. مش يلي بيغير هو إنسان نازل من السماء ونحن طالعين من الأرض. من زمان بشوارع أتلانتا بجورجيا كان في تمييز عنصري بين السود والبيض، وكان في شخص اسمه مارتن لوثر كينج، هو خلق بال 1929، كان يكره هيدا الشيء وكان يزعجه إنه بس يطلع بالباص يكون السود قاعدين لحال والبيض لحال وما يقدروا يشربوا من مية البيض. فهو بس صار عمره 28 سنة. أول نشاط رح يكون اليوم هو نشاط تعارف. كل واحد منكم رح ياخد اسم
نيم تاك ويتعرف على الشخص صاحب الاسم. يتعرف عليه خلال 3-4 دقائق وبس يخلص النشاط بده يعرفنا عليه. فأنت في مسلمات للتواصل، إذا آمنت فيها، إذا أنت قبل ما تقعد مع الشخص عارف أنه عنده معتقدات مختلفة وقيم مختلفة وآراء مختلفة وفهمه للعالم مختلف عن فهمك لإله، إذا مش رايح بهالفرضيات هيدي ما تروح. فهناك ينصح وقت يكون في تواصل أنه أنا بس بدي أتسمع على شخص بين له أنه عم تسمع. فنحن بدنا نقوم بكل الجهود يلي بنقدر لحتى نحتفظ بهيدي البرتقالة ونستعملها بأبحاثنا لنتوصل لهيدي المادة وكيفية توظيفها بعلاج السرطان. فقضيتنا إنسانية بحتة. في أولتها وآخرتها هيدي الليمونة حتكون إلنا. فنحن هلا جايين في أمر، في حاجة للدولة، في حاجة هيدي الليمونة. كان في واحدة منا بالعالم؟ فيش غيرة. لا في في أنا في أنا هلا بقدر أخذها بالقوة منكم، بس نحن عم نحكي بالطراد نعطيكم مصلحة. عم نقولكم نحن القوة منا طريق لحل المشاكل، القوة رح تقتل ناس أكثر من مرض السرطان. لا لا ما في داعي. الشيء اللي دفعني نحو اللاعنف هو التجربة اللبنانية. كانت فعلاً مجزرة بشرية كبيرة ما أدت لأي نتيجة، شوهت كل القضايا السامية اللي كانوا الأطراف عم بينضلوا لها. ما عاد في قضايا، دمرت القضية على أساس بدون عدالة، بدون علمانية، بدون الحقوق لل بدون وحدة وطنية. صفت بالآخر كل حزب بده يوصل على السلطة وعم بيقتل التاني وعم بيعنف على التاني وانقسم البلد وما طلع أي نتيجة. مشان هيك نحن اضطرينا بدنا نفكر بطرق مختلفة لنيل الحقوق وللتغيير. تحرك رمزي يهدف لإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية. نحن اليوم سعيدين أنه نقول للرأي العام أنه 74% من النواب هم مع إلغاء الإعدام فوراً أو تدريجياً. بلبنان لما ابتدينا نحن وليد صليبي وأنا من سنة 82 التقينا سوا وكل واحد كان جاي وطلع عنا نفس الأفكار تقريباً ونفس الإرادة لنعيش حاضرنا ومستقبلنا، وكان عز الحرب بلبنان. الأحداث يلي كنا نحن عم نشترك فيها أو عم نساهم بتنظيمها أو فكرنا فيها أو كنا فيها كلها كانت ضمن فكرة واحدة أنه نحن ما كنا قابلين أنه نكون بالعنف، موجودين بمجتمع غرقان بالعنف، الحرب وغير الحرب الطائفية، اللاعدالة الاقتصادية الاجتماعية، كل هالأمور هيدي ما كنا قابلين يعني أنه نوجد فيها بدون ما يكون عندنا نحن مساهمة أو دور. ولذلك فرغنا نفسنا يعني كحياة أنه نقدر نعيشها ونبدع فيها وبركي نضيف أو نساهم. صرنا مناضلين، نحن اسمنا مناضلين على الأرض، ميدانيين يعني، وحاولنا أنه أي شيء أي فكرة أي تحرك حصل خلال الحرب نحن كنا مشاركين فيه، أو نشارك بفكرته أو نبدعها أو نشارك مع اللي نظموها وأبدعوها أو نحن نخترع إشياء. المهم نقول لا، لا للعنف ولا للحرب. بعتقد أنه أنا أضفت شغلي بقصة مش بس الفلسفة اللاعنفية، بقصة البعد النفسي الجماهيري، يعني العلم النفس الاجتماعي، علم النفس الجماهيري، النفسيات الجماهيرية كيف تنبنى وكيف أو تحرض على العنف أو تحرض على اللاعنف. اشتغلنا كتير فكرياً وعملياً لحتى مش إنه نضيف، لحتى فعلاً نلاقي أجوبة على هالعنف وتغيري بالشكل اللاعنفي، بالنمط اللاعنفي. هلأ إضافة جديدة بعتقد أنا ضفتها على الاستراتيجية اللاعنفية، سميتها التحرير اللاعنفي المعكوس. إذا القادة والجماهير بيجتمعوا من وقت لوقت تيطلقوا نداء واحد فقط لا غير، شو ما كانت التسميات الحلوة اللي هو يحيى الموت، أنا بوعدكم أنه ما رح نجتمع إلا لنطلق نداء واحد فقط لا غير، نداء واحد كمان بكلمتين، يحيى الحب. طلب للحياة موجود، الرغبة باللاعنف موجودة،
بدك توجدي لها قواعدها وبدك توجدي لها أدواتها. نحن عم نشتغل على إيجاد هالأدوات وعم نشتغل لها بقوة. عاد الاحتلال عدو الإسرائيلي لبلدة أرنون، شعر أن هناك تحدي وأنه قد يرجع الاحتلال يمارس غطرسته وعنفوانه ويصادر إنجاز مقاومة الشعب وصموده بسهولة، وقد ينجر الأمر إلى غير بلدة أرنون وربما تكون النبطية مثلا في يوم من الأيام. أوجد هذا الاستياء وأوجد شحنة في قلوب الناس، لكن لم نرى مثلا من الرموز أو القوى من يتحرك لمواجهة هذا المشهد المذل فعلا في إعادة الاحتلال. المسيرة انطلقت أمام النادي الحسيني تضم كل الأطياف الشعبية والسياسية والوطنية. حتى على مداخل بلدة أرنون استحدثنا مقبرة لبعض المتوفين لأنه منعونا حتى نحن ندفن أحد متوفينا يعني، فهذا الحصار كان يسبب لنا آلام وأوجاع. الجميع انطلق إلى أرنون وفك السياج عن خاصرة البلدة الأبية ودخل إليها يعانق أبنائها الصامدين، وأنجزت هذه المسيرة التي انطلقت من قلب الجنوب إنجازاً وطنياً رائعاً ولا سوف يبقى ماثلاً في سطوري وسفري التراث الوطني المقاوم لجبل عامل ولجنوبنا الحبيب. يعني إن أرنون ولا شريف إنك أنت بضميرنا يا شريف، أنت كلك وأهلك بضميرنا ومحفور بوجدينا، ما بنتخلى عنك بأي لحظة. العنف هو المواجهة التي لا تعتمد السلاح والقتال والعنف لنظام سياسي فاسد ومذل أو واقع اجتماعي جائر وظالم. جمعت الناس نسوان وزلم وصغار كبار بشكل عفوي يطلعوا على المعتقل، وفاتوا حرروا المعتقلين. فقنا الصبح نحن من حال التحرير إلنا بالعادة بس يكون في تبادل أسرة نطلع نتفرج كيف الشباب المجاهدين ظاهرين من المعتقل، ونصير نلوح لهم بإيدينا وهن يلوحوا لنا بإيديهم ومبسوطين نحن وياهم. فنهارا فكرنا كمان إن ممكن يكونوا بدين يظهروا أسرة، طلعنا لهون جمعت العالم كله بشكل منيح يعني وناطرين، بس مش عارفين نحن شو فيه بعد، لحتى ظهروا هن الشباب العملاء من هون وصاروا لنا فلوا من هون وما في شيء ولا في تبادل ولا في شيء. هلا آخر شيء تسربت معلومات إنه صار المقاومة على أطراف المواقع وأطراف البلد وممكن يصير في تحرير اليوم. ساعتها يعني العالم ارتاحت شوي، نفسيتها ارتاحت شوي، وقعدنا ناطرين لحتى نشوف شو بده يصير. ضلينا من الصبح للظهر، آخر شيء قالوا لنا ما في شيء يلا فلوا منهم، حاولوا يزعبونا منا نزلنا نحن. جمعوا بعضهم هن وصاروا يقوسوا بشكل يعني بشكل إنه انهيار عندهم، يعني تم الانهيار. فوقفت الناس لفترة صغيرة قدام المعتقل ورجعت قررت الناس تطلع تقتحم المعتقل لتحرير المعتقلين، فهني هربوا بسياراتهم وتركوا المعتقل. فاتت الناس وصارت تكسر القفولة، والمعتقلين يعني للوهلة الأولى ما صدقوا الشيء اللي عم يصير، إنه شو أنتوا تحررتوا يعني. العملاء اللي كانوا من قلب البلد بلشوا يسلموا حالهم واحد ورا واحد، واخر شيء نزلوا على الحسنيه سلموا سلاحهم. اول ما فاتت العالم وعم تهلل الله اكبر، شو فكروا اول شيء هن
انه الاسره اللي انه ممكن جايين يعدموهم جايين يعملوا شيء جايين يقتلوهم، بس لما سمعوا كلمه الله اكبر وتهليل وتكبير وكذا ارتاحوا. فوصلوا لعندهم الشباب اللي فايتين ما تخافوا وانتم تحررتوا وانتم كذا، هنيك كانت لحظه يعني انه لحظه. هذه أنا بمكتبي بال 85 84 85 هذه كنت عم بعمل الخدمة العسكرية بالجيش صيف 71، بس اضطر الجيش اللبناني نتيجة ضغوطات عربية مارست عليه يوقف معركته مع الفلسطينيين يلي كانوا خطفوا 2 أو 3 ضباط. قلت أنا معناتها الجيش اللبناني يلي لقلي كان جيش المسيحية ولو ما كان أكتريته مسيحية، ما بقى قادر يحميلي لبناني أنا يلي هو لبنان المسيحيين، روح يا زلمة بلش فتش على طريقة تحمي حالك. لفت شلة هيك من القرايب والكذا ومذا، ورحنا اشترينا بدلات مستعملة عسكرية ومدري شو وشطات عريضة العسكرية وكذا، وبلشنا نفتش على شو بدنا نعمل نحنا وكيف بدنا نلتحق بأي حزب من الأحزاب وإلى آخره. حاصلوا التحقت بأحد الأحزاب، إنما بقيت ضرورة يكون معي سلاح. رحت أنا وشخص تاني على مخيم صبرة، اشتريت فرد من واحد تاجر فلسطيني بالمخيم تحارب فيه الفلسطينية. كنت أعطي دروس إضافية بالمات بالرياضيات وبالفيزيك شيمية، وجمعت هالمصريات هولي ورحت اشتريت هالمسدس هيدا فزار. انا اشتريت اول مسدس وانا اشتريت اول رشاش، كنت حايس حطه وشيل الغبر عنه هيك ونطفه وحضره وشي حطه وشيله وخرطشه ومدري شو. طيب وبعدين حايس انه تندلع الاحداث تستعمله. أول مرة حملت السلاح كان قبل الأحداث بسنتين، يعني وقت صار في بـ73 بين الجيش وال ربيع 73 بين الجيش والفلسطينيين مظبوط. فحقيقة ما حملته قوصت، بس إنه طلعنا تدربنا بتل الزعتر بالمخيم تل الزعتر. كان عمري بتصور بـ 14 سنة تقريبا. لا أنا كنت أكبر منك. فهي أول مرة. وقتها كنت مقتنع إنه هيدي مسائل مشروعة، وبالتالي إنه يعني خاصة كوني كنت عايش بمنطقة فقيرة ومحرومة، فكنت شايف إنه ما في مجال إلا عبر تغيير النظام. كنا ردد شعار إنه ما بيعالج العنف الرجعي إلا بالعنف الثوري. فيعني فالعنف هو عنف أبدا هو ميزي. طيب العنف الثوري شو معناتها؟ معناتها بأول طلقة صارت بعد 13 نيسان بغض النظر عن أسبابها وكيف بلشت، مش ما نفوت بجدل هلا. لا ما رح نفوت بجدل، لأنه وصلت على قناعة أنا إنه بهالحرب كل واحد كان يخمن إنه الحق معه والقضية يلي هو حملها هي القضية المضبوطة يعني. anyway بكل الأحوال بهالوقت هاي كنت من الناس الدافعين أو محمسين لاستعجال بحمل السلاح. هلا أنا كنت أفكر إنه أنا صاحب الفكرة، طلع إنه السلاح موجود، يعني الفكرة في حدا سابقني عليها ومجهز السلاح. ورحنا على أحد البيوت، طلعنا على تدخيتي
كسرنا حجار التدخيت، عاملين التدخيت دبل حيط مزدوج، حيط مزدوج، وفتحنا وجبنا السلاح، السلاح اللي هن سيمينوف وبعض الكلاشينات، فكان الاستعداد للفكره قائم. فينا نقول انه خلصت الحرب ب 89، بس انه الحيط اللي كان معمر قاسم بيروت كمان صار بنى بفرخ حيطان صغير بقلب بيروت نفسه وبقلب لبنان، يعني حيط بدل ما يندسر وينشال قدر يخلف ورا منه حيطان صغير انتشرت بكل لبنان. فبكل حي بيبقى في حيط وهمي موجود اصعب من حيط حقيقي ما في امكانيه للقفز عنه. فلذلك هيدا عامل رئيسي بيدفعه للواحد يفكر وبالتالي ياخذ قراره، انه في استحاله عبر الحرب كوسيله لانه يحسن شروط اي مهما كانت الافكار والقيم اللي عم بيطمح لها تكون محققه. بس انا مني لوحدي صرحت انه انا برفض العنف من هلا ورايح، برفض القتل من هلا ورايح، برفض استعمال السلاح من هلا ورايح، واخذت وعد عهد على نفسي قدام المواطنين قدام اللبنانيه كلهم انه انا هالموضوع هذا ما برجع له ابدا بقى، وبالعكس انا من هلا ورايح بدي جرب من جهه صحيح شو عملت بالماضي اذا بيتصحح، من جهه تانية اشتغل لوطني حتى هالشغله هيدي ما بقى تتكرر. مثل ما ساهمنا بالحرب الاهليه انه على الاقل نساهم باعاده روتشه ما خلفته الحرب الاهليه. بلش عمليه التغيير فيي بال 89 88 89 حقيقه، وكنت التحقت بالجمعية اللي أنا فيها اللي هي التسلح الخلقية اللي هي حقيقة حطتني محل ما أنا اليوم يعني، وحطت عملت مني إنسان جديد. كانت هالجمعية بنفس الوقت تنظم لقاءات حوارية بين مسلمين ومسيحيين من كل الجهات ومن كل الأطراف، من سياسيين لتربويين لإعلاميين لرجال دين إلى آخره، إنما بعيدا عن الإعلام. وشاركت بجلسات الحوار هيدي. خلال هالجلسات الحوار هيدي اكتشفت الإنسان الآخر يلي كنت عم حاربه وعم بقتله يعني وعم بكرهه يلي هو المسلم، واكتشفت قصص كتير حلوة حقيقة تانية. اكتشفت إنسان عنده اسم، عنده عائلة، عنده بيت يرجع له عشية، عنده هموم مثل ما أنا عندي نفس الهموم، كيف بده يربي أولاده، كيف بده يأكل، كيف بده يعيش بحبوحة إلى آخره هيدي. وكنت بنفس الوقت عم بتطور داخليا بوعي لاني اللي عملته كان غلط، اللي عملته ما كان بمثل المسيحيه انما بالعكس كان بمثل الكره والبغض والتقتيل والى اخره والاجرام والى اخره يعني. وقربت فشخه تجاه المسلم، لقيته قرب فشختين تجاهي. على الشريان الأساسي يلي كان يجمع بيروت لما كانت بيروت مجبورة تنقسم قسمين. نحن كنا نسميه المعبر لأنه الوحد بهالمنطقة بس كنا نقدر نعبر من منطقة لمنطقة. بالحقيقة كانوا الناس يفكروا كمان، كانوا يسموه كمان خط التماس، يعني محل ما كانوا يلتقوا المحاربين. كنا نسأل الصبح مفتوح المعبر؟ إذا مفتوح نركض ونجمع بعضنا حتى ما نخاف. أحيان كتير كان يصير في قنص ويموت ناس على المعبر وينخطف ناس على المعبر، وكان كتير خطر، بس كنا نشجع بعضنا ولما نكون كتار كأنه يلي عم بقوس يخاف، بس كان معبر خطر. هالكتاب يلي معي هو قيمته كتير كبيرة طبعاً في الحديث عن مضمونه يلي هو دلي مشاركة المرأة في صناعة الوطن، ولكن أنا يلي بهمني فيه هو هالصورة. هاي الصورة هون يمكن عم نحكي عن المرأة، ولكن الصورة بتحكي عن دور لورم غيزل كامرأة لا عنفية ومشجعة للعمل لا عنفي بأيام الحرب.
من أجل رفض الذل ومواجهة الظلم كما علمنا اللاعنف، نظمت جمعية اللبنانية لحقوق الإنسان مع المواطنين أفراداً وهيئات وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، نظمت حملة عطاء الدم من كل لبناني لكل لبناني من أجل السلام وحقوق الإنسان في لبنان الواحد. بنشاطاتنا طبعاً واجهتنا صعوبات كتيرة. أول شيء أنه نخلي الناس يحسوا أنه مهما كان عملنا بسيط ضروري ينعمل. تعرف الناس أكلها اليأس وأكلها الخوف، عندها طيبة وعندها إرادة أنها تقوم، بس حرزاني بعدين في خطر ما بتعرفي أي ساعة بتولع. كان في قناص، كان في ناس عم بيقاتلوا ما بدهم حدا يقلهم وقفوا القتال. نحن تنتواصل مع بعضنا كان كتير صعب. لبنان مقسم، منقرر مسيرة من شمال لجنوب، تعبر كل التقسيمات وتلاقي كل الترحاب من كل الأقسام بلبنان. هذا تعبير عن رفض التقسيم. لبنان كل يوم في قتيل عدد من القتلى، ما بريد أتذكر قد إيه. طبعا في إراقة دم. بعطاء الدم من كل لبناني لكل لبناني، أنتم تجسدونها بالحياة العملية وبمجيئكم إلى هذا المكان للالتقاء. أريد أن أشير إلى ثلاثة رموز جماعتنا اليوم. رمز أول هو هذا الشريان الذي يربط بين البيروتين، ورمز ثان هي هذه القطرة من الدم التي تبادلناها، ورمز ثالث هي هذه المجموعة من شباب لبنان الصاعد. البلد كان ما عنده رئيس جمهورية، وكان مستلم محل رئيس بالوكالة. كنا عم نطالب إنه لبنان يرجع يستعيد مؤسسته الدستورية اللي هي الرئاسة الجمهورية بانتخاب رئيس. فتجمعنا وقررنا إنه التعبير الأفضل هو أن نجلس أمام المجلس النيابي يلي كان بوقتها عم يجتمع على المتحف. حتى نربط بنشاط سابق، جمعنا كل التواقيع يلي أخذناها من لبنانيين ضد العنف وقت اللي كانت حملة لا للحرب نعم للحياة. جمع 70,000 توقيع، جمعناهم ورق عادي بيد، لزقناهم على بعضهم ولزقناهم على خام، أمتار من الخام نشرناها بهديك الليلة ونحن عم نغني. وبعدين جلسنا قدام المتحف، قدام هالمبنى اللي كانوا بيجتمعوا فيه النواب، وقررنا أنه نسهر كل الليل حتى ما نضيع الوقت. كان عنا هالغنية يلي كتير استعملناها بعدين يلي هي اسمها نشيد اللاعنف، ويلي أنا كتبتها بطلب من لور مغيزل. قالت لي شو بدنا نعمل كل الليل، إنه ما بدنا ننعس، ما بدنا نتجر، ما بدنا نحكي شو ما كان. لما صار الليل أظلم يعني ما عاد في ولا ضوء، نحن على الشمع وعلى البيل بنسمع بالليل إنه صار حدا بيقول بعمق الليل إنه جاي بوسطة. فبتقول لور واحدة بيتحرك، أنا بروح بشوف شو القصة. بتروح بتاخد معها شخص واحد أو اثنين وبتطول، يعني ممكن نحن حسيناها طولت قد ما كنا مرعوبين، بس لما رجعت مع مزبوط ركاب بوسطة كاملة، طلعوا شباب من أفرجوا فرح العطاء، كان معهم شاب يلي هو قائدهم ملحم خلاف، سمعوا أنه نحن عم نتجمع. كنا نسمع، ما كان في تليفونات، أنا عم نتجمع في تجمع بطالب رئيس الجمهورية وإعادة هالمقام الدستوري إلى كرامته. إجوا من بشري. إذا بقلك أنه ما كان بس فرح، كان شبه عرس. تعال إلي استقبلني، أنا آت إليك فحاورني، نعمل معا ونصنع غدا، فإن إيمانك إذا
بينكم يضعفكم الجهل والتعصب يضعفكم ونحن قلة ولكننا معكم أقوياء تعال إلي استقبلني أنا آت إليك فحاورني عندك البنات عندك شوفن كيف وقت رجعت الاصطفاف السياسي كان حاد الى درجه معينه بعتقد يلي عملناه على مستوى عده نشاطات كان في 18 ب 18 شهر عملنا 31 مبادره للسلام وهي نشاطات كلها لعن في أي مظاهرات أي سلسلة بشرية أي تواقيع على الطرقات لحث الأشخاص على أن لا تعاد بأي وقت من الأوقات هل يعني إمكانية العنف وإمكانية استعمال السلاح أو إمكانية استعمال العنف الداخلي أنا بخاف من الحرب أنا أكبر وبخاف أكثر أنا أكبر خاف أكتر وأكتر تركونا نكبر هذا الأمر بيدفش فينا إلى عدة نقاط أول نقطة هي نحن أن نخلق مساحات لا عنفية والمساحات العنفية هي من خلال التربية فهيدي مخيمات صيفية للأطفال تجمع أطفال من كل المناطق وهي مخيمات على مساحة الوطن هيدا عمل داخل المجتمع أول شيء نحن عم نزرع وهيدا يلي بيزرع بده يحصد بعد سنين وسنين نحن ما بنقدر اليوم نلمس هذا الحصاد لأن بعتقد الحصاد يجب أن ننتظره هذا الأمر يجب أن نزرع ومسؤوليتنا أنه نزرع وننتبه لتكبر الشتلة لبعدين نقدر نقول نحن نقدر ناخذ هذا الثمار وهيدي التربية إنما ليست بتربية تلقينية بقدر ما هي تربية معيوشة عنا نعيش سوا لنعلم أولادنا كيف يعيشوا مع بعض بعتقد ما في حدا اليوم بيجي بقى يقدر يعلم الولاد يلي منه تسرب مدرسة هون بمعدلات كتير كبيرة ما يزيد عن 60% ما فينا اليوم نجي نعلمهم بس فقط من خلال التربية المنهجية اليوم نحن بحاجة لنعلمهم بطريقة العيش معا بطريقة كيفية التعاطي مع بعضهم بطريقة كيفية التواصل مع بعضهم بكيفية بس الكلام مع بعضهم بكيفية الغنية العمل سوية أوقات ثلاث أرباع الأولاد بيدفشوا بعضهم بس ليحكوا مع بعضهم فهيدا العمل اليوم دي يعني بدنا نحول هذا التصرف من تصرف استثنائي إلى تصرف عام بدنا بعتقد أجيال ونحن بالنسبة لنا عم نزرع لأجيال لقدام نحن ما عم نزرع لليوم ولا عم نشتغل لا لبكرة ولا لخمس سنين ولا لعشر سنين نحن عم نشتغل لأولاد ولاد ولادنا ليبقى بالبلد ناس تقدر تعطي هيدي الصورة وصورة الخير ليتقدموا لقدام العنف هو ردة الفعل عن الخوف يجب أن نعمل على إزالة الخوف انطلاقاً من العمل على بنيان الثقة وعلى بنيان الجسور فيما بين الأشخاص هيدا يعطينا مدى بأن نتنبه إلى أن العنف هو وسيلة غير مقبولة وغير مجدية لأنه عندما نكون عنفيين هناك كأننا نصبح عميان ما بيعود عنا لا بصيرة ولا أي إمكانية للفكر يعني العنف يلغي الإنسان من عملية محبته ومن عملية فكره حياتي كنت عسكري إذا بدك بالحرب الأول كم جمعة نتفي هيك حملت سلاح ونزلت على هون على الأوتيلات بالفنادق حربت لحد ما في نهار عوج الضوء كانوا قايلين لكل واحد بقوس عليك من تاني جهة قوس عليك
عوج الضو وين في حركة قويس، بشوف سيرفيس وقف ونزل منه ناس رايحين على أشغالهم، بقويس ما بقويس شو بدي أعمل مدنية هو، بحكي مع المسؤول عني بقول لي أنا ما بعرف كمان، خلينا نتصل بالقيادة، اتصل بالقيادة طلع عاملين وقف إطلاق النار، ببلش 12 بالليل ما حدا مبلغنا. أذكر مطران غريغوار حداد مثلا، وأكيد بوجه له تحية ومئة تحية يعني، بعدين ربنا هيك فتح طريق درب إني روح لعنده يعني. في مرة شفته وقلت له إنه كنت عم براقبه، لأنه كنا خيفانين من النشاط اللي عم يعمله، معتبرينه عضو بالحزب الشيوعي وانه عم يشتغل لمصلحة الشيوعيين ولأضعاف المخيم المسيحي والفريق الفريق المسيحي يعني. العنف بلش بلبنان بطريقة مشتركة مع غير مبادئ بما فيها العلمانية، التزام الشباب والصبايا بالتنمية الشاملة والمتكاملة كل واحد بالمنطقة تبعه، وغير مبادئ كمان كانوا مشتركين كلوا سوا. كانوا هن نوعا ما خلاصة القيم الإنسانية اللي موجودين بالحركة الاجتماعية اللي خصوصي كانت لطائفية، لأنه كان فيها من المسلمين والمسيحيين، مؤمنين وغير مؤمنين، ملحدين ولا أدريين، يعني كان كلهم هؤلاء عم يشتغل سوا لأجل التنمية الشاملة المتكاملة. والتنمية الشاملة المتكاملة ضروري تكون بطريقة عفوية، بطريقة منطلقة من الشعب قبل ما يكون من الحكام، ويجربوا يتعاونوا مع الحكام إذا بدوا الحكام، وإلا بيكتفوا بالعمل من إمر الشعب. المجتمع المدني مثل ما يسموه اليوم صاروا، المجتمع المدني كان في كتير جمعيات صغيرة موجودة، جربنا نعملهم تنسيق بيناتهم كلهم سوا ندخل فيهم المبادئ كمان سوا. الصدر كان بلش سنة 60 بسور، هو كان أصله من إيران، جاي من إيران، إجا على سور وبلش يعمل مشاريع اجتماعية بسور. تعرفنا عليه من خلال مشاريع تبعه، صرنا نسمع عنها بما نحن كنا مبلشين حركة اجتماعية، شفنا في نوعا ما بعض الأشياء متقاربة لبعض البعض. رحت أنا واثنين ثلاثة من الحركة الاجتماعية عملنا زيارة بسور، قلنا سمعنا عنها كذا وكذا وكذا، قلنا نحن عم نعمل مشاريع اجتماعية، خبرني عنها، بتحب تتعاون معنا؟ وافق دغري تتعاون معنا، ودخل معنا بالحركة الاجتماعية بالمجلس المركزي تبع الحركة الاجتماعية، ضل معنا 5 سنين، تعاون نحن وياه إلى أن أنشأ هو غير شيء بعدين، لأنه كان عنده أهداف سياسية كمان مش بس اجتماعية، مشان الشيعة يعطيهم كيان مستقل عن السنة بلبنان. عمل شيء اسمه أفواج المقاومة اللبنانية سموها أمل، وبعدين عمل كمان حركة المحرومين، واشتغل إشياء كتير للشيعة، وعمل مجلس الشيعة الأعلى ومجلس الشيعة الجنوب. ضلينا نتعاون إحنا وياه، بس انحظ لما رأى على ليبيا وانطفى خفى، خبروا بليبيا اليوم عرفنا إذا كانوا طيب أو زميت. لقد أصبحت الحرية جزءا رئيسيا من تكوين الشعب اللبناني. مطلوب من هذا الشعب اللبناني أن يفهم أن هذه الحرية لا يمكن أن تعيش
إلا إذا قبلناها للجميع وحولناها من حرية للطوائف إلى حرية للإنسان ذاته. كنا نعلم علم اليقين أنه نحن ما رح نوقف الحرب، بس نحن رح نقول أنه في طريقة نقدر نبقى مواطنين فاعلين برغم البارودة أو الدبابة اللي بتريد تسكتنا. ولا يتهم هذا الأسلوب في مواجهة الانحراف بأن الضعف أو الوهن أو الخنوع يشوبه بشكل أو بآخر إطلاقا، بل هو في عمقه يعبر عن شجاعة، شجاعة متجلية. إذا كانت الحروب في عقول الناس تبدأ، ففي هذه العقول يجب أن تبنى ثقافة السلام. متفقين معكم، بس عشرت تبلشوا تعملوا تدريب وتسقيف لأطفال أول هذا السنة 14-18 لما يصير عنا جيل نظيف واعي نقدر نرجع نسرح هذا الموضوع. فنحن هون نحن نتوقف ونقول إيه، الشغل العمل على الأرض، العمل على ثقافة الناس هو عمل طويل الأمد، إنما هو العمل الأبقى. كتاب مناضلين يعني لازم يكون لنا موقف. شباب اليوم يلي هن رح يكونوا يستلموا البلد لقدام، أو أطفال اليوم اللي رح يكونوا هن اللي بدي يستلموا البلد لقدام، هودي إذا ما عملتي لهم وقاية من اليوم لا عنفية لا طائفية ما فينا ولا لبنان. وهيدي ما بتتم إلا بالتربية، فيك تغيري بالقوانين وبالسياسة، ولكن ما بتتم إلا بالتربية بالشكل العميق. لذلك نحن بالنسبة لنا الخيار اللاعنفي التربوي هو خيار سياسي جذري. بدها الدولة على مستوى الحكومة بتحط هيك برنامج، إنه أنا بدي من هلأ لثلاثين سنة خلي كل المواطنين اللبنانية يصيروا لاعنفيين، تنحط خطة وطنية بكل مكوناتها وتشعباتها، مثل ما حكينا يعني بكل هالتشعبات هيدي، تلفزيونات، أساتذة، تعليم، إذاعات، برامج، برمات على المدارس، لقاءات حوارية إلى آخره إلى آخره، على أنه من هلأ 30 سنة بيصير العنفية. نحن من هلأ 30 سنة مخططين نصير أكتر عنفية. ولا ننتظر، اخترنا أن نقاوم فلا نكسر،
ونحن قلة ولكننا سوف ننتصر.